تبادل الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب الهجمات بشأن قضايا مثل الإجهاض وطريقة إدارة الاقتصاد والحرب في أوكرانيا وغزة في مناظرتهما الأولى مساء يوم الخميس 27 يونيو 2024، والتي أتاحت للناخبين فرصة نادرة لرؤية المرشحين الأكبر سناً لانتخابات رئاسية أمريكية جنبا إلى جنب. وخلال نصف الساعة الأولى من المناظرة بدأ بايدن مترددا في بعض الأحيان وتعثر في الحديث أكثر من مرة، في حين كان ترامب يشن هجوما تلو الآخر يتضمن العديد من المعلومات المغلوطة المتكررة على غرار الإدعاء بأن المهاجرين ينفذون موجة جرائم وأن الديمقراطيين يدعمون قتل الأطفال. ويتعرض كل من بايدن سنه 81 سنة وترامب سنه 78 سنة لضغوط لإظهار تمكنهما من التعامل مع مختلف القضايا وتجنب أي زلات في الحديث، بينما يسعيان إلى إحراز نقطة للانطلاق منها والتقدم في سباق تظهر استطلاعات الرأي منذ أشهر أنه متقارب تماما. وقال اثنان من مسؤولي البيت الأبيض أن بايدن يعاني من نزلة برد. وركزت الأسئلة الأولى على الاقتصاد في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي أن الأمريكيين غير راضيين عن أداء بايدن على الرغم من نمو الأجور وانخفاض البطالة. وإليكم تطورات المناظرة. مع نهاية الجزء الثاني من المناظرة بين بايدن وترامب، أحصد CNN عدد الدقائق التي تحدث فيها المرشحان خلال 90 دقيقة، حيث تحدث ترامب لمدة 38 دقيقة و 13 ثانية وبايدن تحدث لمدة 33 دقيقة و 41 ثانية. وعندما اقتربت المناظرة من نهايتها تناول المرشحان السؤال الحساس حول العمر، وتذكر بايدن أنه كان في السابق أصغر رجل في السياسة وانتقل للحديث عن إنجازاته كرئيس كدليل على أنه قادر على أداء المهمة، بينما استذكر ترامب الاختبارات المعرفية التي أجراها كرئيس وتحدى بايدن للقيام بنفس الشيء. ثم تحدث المرشحان عن صفاتهما البدنية والرياضية وتجادل حول من لديه مهارات أفضل في لعبة الجولف. أخيرا قال ترامب لنكن ناضجين، فرد عليه بايدن أنت طفل. ترامب قال بايدن سيقودنا إلى الحرب العالمية الثالثة، بوتين وكيم جونغ أون لا يخشونه. بايدن قال إذا كنت تريد حربا عالمية ثالثة فقط قل لبوتين افعل ما يحلو لك مع الناتو، في إشارة إلى تصريح سابق لترامب. وحاول جيك تابر مرتين أن يحصل على إجابة من ترامب حول كيفية مساعدته للأمريكيين الذين يعانون من الإدمان، لكن ترامب تهرب من السؤال مرة أخرى، وانتهى به الأمر بالحديث عن إيفان غيرشكوفيتش مراسل وول ستريت جورنال المحتجز في روسيا بتهم التجسس. من ناحية أخرى تجاهل ترامب إلى حد كبير سؤالا حول تغيير المناخ ليهاجم الرئيس بايدن بشأن الاقتصاد والهجرة، وقال بايدن لم يفعل ترامب شيئا على الإطلاق من أجل البيئة. ومن ناحية أخرى وعند تلقيه سؤالا حول خيبة أمل الناخبين السود من إدارته، تعثر الرئيس بايدن في الإجابة وأشار إلى قائمة طويلة من السياسات مثل تكاليف رعاية الأطفال. ومن ناحية أخرى وبحسب CNN عن القسم الأول للمناظرة، تحدث دونالد ترامب لمدة 23 دقيقة و6 ثواني، بينما تحدث جو بايدن لمدة 18 دقيقة و26 ثانية. وقد وجه بايدن أقوى هجوم على ترامب، حيث قال لقد أقمت علاقة جنسية مع ممثلة إباحية بينما كانت زوجتك حاملا، فرد عليه ترامب لم أقم بأي علاقة. وعند سؤال عن إداناته الجنائية
لم يرد ترامب مباشرة، بل أشار إلى الإدانات الجنائية لهانتر بايدن مستهدفا المشاكل القانونية لابن الرئيس. وقال ترامب عن بايدن: يمكن أن يكون مجرما مدانا بمجرد خروجه من المنصب. وقال الرئيس جو بايدن خلال المناظرة مخاطبا دونالد ترامب: أنا الآن أنظر إلى شخص مدان، مشيرا إلى التهم والإدانات التي يواجهها ترامب. ومن ناحية أخرى قال ترامب أنه يمكنه إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل توليه المنصب، لكنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك. وحذر بايدن من أن بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا، وسأل: طب ماذا تعتقد سيحدث لتلك الدول الأعضاء في الناتو؟ ولم يستثمر بايدن هذا الجزء من المناظرة، حيث كان يمكنه أن يوجه ضربة قوية لترامب بسبب علاقته المبالغة مع بوتين، لكنه حاول فقط الدفاع عن سجله في توحيد الحلفاء الغربيين رغم استمرار الحرب، حيث دافع بايدن بحماس عن سجل إدارته فيما يتعلق بالمحاربين القدامى، قائلا أنهم يفعلون أكثر من أي وقت مضى في تاريخنا من أجل المحاربين القدامى. وقال بايدن موجها حديثه لترامب: أنت الخاسر، وهو اقتباس يعكس نوع اللغة المحملة بالإهانات التي تنتقد حملة بايدن ترامب لاستخدامها. وأضاف بايدن: توفي عدد أكبر من الأشخاص في عهده، رغم أننا قد أصلحنا الوضع إلى حد كبير، فقد توفي عدد أكبر من الأشخاص في عهده مقارنة بعهدنا، وكنا في وسط الأزمة. وفي أثناء المناظرة شن الرئيس السابق دونالد ترامب هجوما على الرئيس جو بايدن بخصوص سياسات الحدود، وأشار ترامب إلى أن إدارة بايدن شهدت أكثر من 7.9 مليون مواجهة على الحدود الأمريكية المكسيكية، وهو ما يقارب 3 أضعاف العدد الذي حدث في عهد ترامب. وأشار ترامب إلى أن المهاجرين فروا من منازلهم لأسباب متعددة، بما في ذلك تأثير الجائحة على اقتصاديات أمريكا الوسطى والكوارث الطبيعية. وقال أيضا أنه أجرى مقابلات مع مهاجرين أكدوا أنهم شجعوا على القدوم بسبب توقعهم لإدارة أكثر ترحيبا. أما عن الإجهاض، فخلال المناظرة ادعى ترامب أن الديمقراطيين يدعمون الإجهاض حتى وفيما بعد الشهر 9، وزعم أن بعض الولايات الديمقراطية تتبنى هذا الموقف. أما عن التضخم، فقد واجه الرئيس جو بايدن السؤال الأول من المذيع جيك تابر، الذي سأله عن رسالته للأمريكيين الذين يشعرون بأنهم في وضع مالي أسوأ تحت إدارته مقارنة بما كانوا عليه في عهد ترامب. وجاب بايدن بأنه تسلم اقتصادا في انهيار حر، وأشاد بسجله في خلق فرص العمل وخفض أسعار الأدوية الموصوفة وتكاليف الأسر الأخرى. من جانبه ادعى ترامب أنه كان لديه أعظم اقتصاد في تاريخ بلدنا، وأن التضخم يقتلنا بشكل مطلق. وقد ارتكب بايدن بعض الهفوات في البداية، حيث أخطأ في عدد الوظائف التي تم إنشاؤها خلال فترة رئاسته، وقال بشكل غير متناسق أنه أخيرا تغلب على برنامج ميديكير. وتعقد المناظرة في استوديوهات شبكة CNN بدون حضور جمهور، وتدار من قبل المذيعين جيك تابر ودانا باش. وتهدف هذه المناظرة إلى مناقشة مجموعة من القضايا المهمة التي تؤثر على البلاد، بما في ذلك الاقتصاد والسياسة الخارجية وحقوق الإجهاض والأمن الداخلي. ودخل بايدن المناظرة في محاولة لإظهار قدرته على القيادة، ومواجهة الانتقادات المتعلقة بعمره وأدائه العقلي، بينما يسعى ترامب لاستعادة ثقة الناخبين وتسليط الضوء على سياساته الخاصة بالهجرة والجريمة والتضخم. وتأتي هذه المناظرة في وقت حساس قبل الانتخابات الرئاسية المقررة لعام 2024، حيث يسعى كل من المرشحين
إلى كسب دعم الناخبين المترددين وتعزيز مواقفهم أمام الجمهور الأمريكي. على الرغم من تحقيق المرشح للرئاسة الأمريكية جو بايدن العديد من النجاحات خلال مسيرته السياسية بدءا من منصب سيناتور ثم رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ وصولا لمنصب نائب الرئيس الأمريكي السابق أوباما، إلا أن الجانب العائلي تعرض للكثير من الخسائر الموجعة، حيث شهدت العائلة الصغيرة لنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن حادثا مأساويا فقد على إثره زوجته وابنته الاثنين فقدهم، لتستمر أوجاعه بفقدان ابنه الثاني بعد فترة متأثرا بمرض السرطان حسب موقع العربية. دي زوجته اللي فقدها في عز شبابه، وهنا فقد زوجته وبنته الرضيعة اللي هي شايلاها، هنا زوجته ومعاه ابنه بو وهانتر، فقد هانتر كمان. مآسي كتيرة قابلها في حياته، هنا صور نادرة ليه مع الرئيس الأسبق حسني مبارك الله يرحمه، ليه صور نادرة لأن هو كان نائب الرئيس الأمريكي أوباما، فكان طبعا من الطبيعي أن هو يقابل حسني مبارك في كثير من الأحيان. وهنا مراته الحالية مع سوزان مبارك، صور نادرة ليها مع سوزان وهنشوف أسرار عنها. حيث في عام 1972 لم يهنأ جو بايدن بفرحته بعد وصوله لمجلس الشيوخ في عمر ناهز 30 سنة، حيث وقعت الفاجعة إذ تعرضت زوجته الأولى وابنته إلى حادث سير ولقيتا مصرعهما. بعد مرور سنوات طويلة فقد المرشح الأمريكي ابنه هانتر بعد صراع طويل مع مرض السرطان، لكن في الوقت الحالي أصبحت حفيدات بايدن الأربعة هن مصدر سعادته الأولى في الحياة، اضطربت بينهم علاقة مقربة باتت حديث الوسائل الإعلامية. وفي الوقت الحالي تعد حياة بايدن العائلية محط اهتمام وأنظار وسائل الإعلام حول العالم، تزامنا مع تنافسه الشديد على منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أمام دونالد ترامب. وعليكم معلومات عن زوجة جو بايدن الحالية، حيث تدعى جيل تريسي جاكوبيس بايدن وتبلغ من العمر 69 سنة، هو حوالي 77 سنة، وتزوجت من جو بايدن عام 1977 وكل لزواجهما بابنة وحيدة هي أشلي، وأصبحت زوجة أب لابنيه الصغيرين بو وهانتر عقب وفاة زوجته الأولى وابنته الرضيعة، وحصلت على الشهادة الأعلى وأصبحت أستاذة جامعية، وحصلت على درجة الدكتوراه في التعليم بعد دراستها في كلية المجتمع التقني بولاية ديلاواير، وشغلت منصب السيدة الثانية للولايات المتحدة بين عامي 2009 و2017، وأصبحت زوجة أب لابنيه الصغار بو وهانتر عقب وفاة زوجته الأولى وابنته الرضيعة. دي أصبحت دلوقتي السيدة الأمريكية الأولى، هي زوجة جو بايدن الحالية 69 سنة، هو حوالي 77 سنة، ربنا يديهم الصحة. صور جميلة ليهم مع بعض، ما يبانش عليهم انهم قربوا على 80. ومن ناحية أخرى لفتت واحدة من حفيدات الرئيس الأمريكي 46 جو بايدن الأنظار إليها بعلاقتها القوية مع جدها من جانب، وبمظهرها وجمالها الأخاز من جانب آخر. وهنا نتحدث عن فينيجان بايدن رفيقة جو بايدن منذ سنوات. حفيدته الجميلة فينيجان هي ديت، تلاقيها دايما مرافقة لجدها جو بايدن.
في صور كتير هنا بينيجن معاهم مع مراته الحالية. جو بايدن له العديد من الأحفاد، أبرزهم هي بينيجن بايدن البالغة من العمر 20 سنة والتي ترافق جدها في عالم السياسة منذ عدة سنوات، تحديدا عندما كانت مراهقة في 15 من عمرها، لذلك تجمعها به علاقة قوية ومختلفة عن باقي أحفاده، حيث يحرص دائما على الظهور برفقتهم. الأضواء سلطت أكثر على فينيجان بايدن خلال الأيام الأخيرة ومع اقتراب ظهور نتيجة الانتخابات، وذلك عندما وقع خطأ خلال تقديمها أمام الحشد باعتبارها ابنة بو بايدن الابن الثاني للمرشح الديمقراطي في حين أنها ابنة هانتر بايدن. هانتر بايدن أيضا تصدر اسم وسائل الإعلام الأمريكية على الرغم من وفاته منذ عدة سنوات بمرض السرطان. دول أحفاد جو بايدن ومنهم فينيجان اللي عندها حوالي 20 سنة، شقراء جميلة. ودي هنا فينيجان اللي هي على يمين جو بايدن، ونعومي على الشمال، وهنا فينيجان مرافقة ليه كتير، وهنا أيام ما كان عندها 15 سنة هي اللي جنبه. يعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كبار مليارديرات أمريكا، ويظهر هذا الثراء الفاحش في القصر الذي يعيش فيه ترامب، إذ أن منزل دونالد ترامب يقع في الطابق 66 من برج ترامب، وهو برج انتهى ترامب من بنائه في سنة 1983. البرج يتكون من 69 طابقاً، يحتل المنزل الطوابق الثلاثة الأخيرة منها، ويتميز المنزل بإطلالته الرائعة على الحديقة المركزية في حي منهاتن بمدينة نيويورك، ده قبل ما يبقى رئيس طبعا، وبديكوراته وأساسه المستوحى من قصر فرساي. يقدر خبراء العقار قيمة المنزل $100 مليون. ده هو وابنه مراته ميلانيا جميلة. ده قصر مش بيت طبعا. ثراء وغنى فاحش. يشار إلى أن ترامب من مواليد 1946، وهو رجل أعمال وملياردير ومرشح رئاسي ورئيس أمريكا حاليا وشخصية تلفزيون ومؤلف أمريكي. ترامب هو الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة ترامب العقارية ومقرها بالولايات المتحدة، وهو أيضا مؤسس لمنتجعات ترامب الترفيهية التي تدير العديد من الكازينوهات والفنادق وملاعب الجولف والمنشآت أخرى في جميع أنحاء العالم. بعد نجاح دونالد ترامب في الوصول للبيت الأبيض بصفته الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية، يبرز التساؤل لدى الكثيرين، من هي السيدة الأولى لأمريكا؟ ميلانيا ترامب. دي السيدة الأولى لأمريكا حاليا. ميلانيا ترامب زوجة الملياردير الشهيد قدمت إلى أمريكا كمهاجرة من سلوفينيا في 1996، وعملت كعارضة أزياء بشكل غير قانوني وفقا لصحيفة واشنطن بوست، إلا أن ميلانيا حاولت نفي الأمر عبر تغريدة لها على تويتر في سبتمبر قالت فيها إنها دخلت الولايات المتحدة بشكل قانوني. كما أكدت حملة ترامب أن ميلانيا دخلت الولايات المتحدة في 27 أغسطس عام 96 بتأشيرة زيارة، وحصلت بعد ذلك على تصريح عمل بعد شهرين من دخولها. دي صور متفرقة ليهم. أنا في لقاء تلفزيوني. ميلانيا الجميلة. هنا هو في الفرح.
بلغت تكلفة زفاف ترامب وميلانيا أكثر من مليون دولار عموما، فيما كلف فستان الزفاف خصوصا ما يقرب من 120,000 دولار أمريكي، وصممته دار ديور للعروس شخصيا. كريستيان ديور هي اللي عملت فستان الزفاف. تكلفة الزينة والورود تكلفت حوالي 500,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى الكافيار لعبيد السمك الذي قدم كضيافة للمدعوين. تعتبر كيكة زفاف العروسين الأغلى في العالم، إذ بلغ وزنها أكثر من 50 كيلوغرام، وزينت بأكثر من 3,000 وردة. ديت كيكة الزفاف أسطورية. حضر حفلة الزفاف أكثر من 350 ضيفا، كان من بينهم رؤساء دول وشخصيات من دول العالم كافة. استغرقت حياطة فستان الزفاف أكثر من 1000 ساعة، بالإضافة ل 550 ساعة لتطريز الفستان بحبات اللؤلؤ الطبيعية. كذلك أفادت الصحف بأن الخاتم المتوج بماسة بحجم 15 قيراط، والذي تتراوح قيمته بين 1.5 مليون دولار، قد دفع ترامب 50% من ثمنه فقط. وعمل في تحضير العشاء 45 طاهيا، وتم استعمال 10,000 زهرة في الزينة. تزوج المرشح الجمهوري قبلها بالعداءة وعريضة الأزياء التشيكية إيفانا تيزيلينكوف، وأنجب منها 3 أطفال، إيفانكا ودونالد الابن وإيريك. دي الزوجة الأولى. ثم ارتبط بالممثلة السينمائية مارلا مابلس عام 1993، ورزق منها بطفلته تيفاني، وطلقها عام 1999 قبل أن يتزوج بميلانيا وينجب منها ولدا بارون ويليام. دي الزوجة الأولى على اليمين، والزوجة الثانية على الشمال، ودي الممثلة السينمائية مارلا مابلس الزوجة الثانية. كل زوجاته جميلات عميقات. تيفاني ترامب هي ابنة المرشح الرئاسة الأمريكي المثير للجدل عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، وهي من زوجته الثانية مارلا. تيفاني برضو بنته ملك الجمال، وقد ولدت في 13 تشرين الأول أكتوبر 93، إذ تحتفل بعيد ميلادها 23، وهي واحدة من ضمن أولاد ترامب الخمسة. وتفوقها شهرة إيفانكا ترامب، ابنته المولودة في 30 أكتوبر 1981، والتي تعتبر سيدة أعمال تجمع بين العمل في مجال عروض الأزياء. دي إيفانكا ملكة جمال برضو، وتحل نائب رئيس التطوير العقاري في منظمة ترامب، وقد عرفت كنجمة إعلانات، وهي وجه مميز في حملة دعم والدها الذي يدللها كثيرا. بعكسها تبدو تيفاني تاني أصغر الأبناء الخمسة في الظل، ولم تبدي للعيان كنجمة يشار لها في الحملة الانتخابية إلا يوم الثلاثاء، عندما ألقت كلمة في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في كيفلاند، مما جعل وسائل الإعلام الأمريكية ترغب في تسليط الضوء عليها وعن حياتها، برغم أن معلومات كثيرة جدا متوفرة عنها بسبب ولعها بوسائل التواصل، لا سيما تويتر وإنستغرام. فقد عرف عن تيفاني غرامها بنشر صورها مبدية الأناقة والاهتمام المتواصل بفنون الموضة، وقد لاقى ظهورها ردود فعل متباينة لدى الجمهور، حيث شبهها بعضهم بالممثلة الكوميدية الأمريكية فانيسا باير. ده عصر دونالد ترامب، عصر خيالي. أنا مع كلينتون، مع هيلاري كلينتون. ميلانيا الزوجة الثالثة لترامب وابنهما بارون ويليام. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات.